السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مره ثانيه وبرنامج يوميات العياده. معاكم دكتور يوسف فضل، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده، في حلقه جديده على قناتنا على اليوتيوب. بدايه انا بشكركم جدا على كل التعليقات اللي بتوصلنا على القناه والموضوعات الجميله جدا اللي انتم بتطلبوها مننا، والنهارده عشان كده بقدم لكم موضوع مهم جدا جدا، موضوع التهاب الغدد الليمفاويه في البطن عند الاطفال. طبعا اطفال كتيره جدا بتشتكي، بيجي لهم بشكوى، بيشتكوا من البطن بتاعتهم، وخصوصا اما يجي ياكلوا. وقت ما الطفل يبدا يجي ياكل بيشتكي من بطنه مش عارف ياكل، وبنيجي نعمل اشعه تلفزيونيه نلاقي فيه تضخم في الغدد الليمفاويه في البطن عند الاطفال. دي طبعا مشكله منتشره وشائعه جدا جدا جدا، واكتشفناها يعني كتير وبتجيلنا كتير قوي في العياده وبنعالجها الحمد لله. عايزين ندي فكره يعني عن الموضوع ده، لان موضوع التهاب الغدد الليمفاويه في البطن عند الاطفال من الموضوعات اللي يعني اللي انتشرت بدرجه كبيره جدا. طبعا الغدد الليمفاويه هي يعني من الانسجه الليمفاويه اللي موجوده في الجسم، واللي هي وظيفتها ان هي بتمسك اي ميكروب، يعني عامله زي المصيده بالظبط، تمسك اي ميكروب يدخل الجسم وبالتالي بتدمره، وبالتالي طبعا بتساعد جسمنا ان هو يتخلص من الميكروبات والفيروسات. لذلك وظيفتها مهمه جدا جدا. طيب بيحصل التهاب احيانا، بنشوف التهاب هنا في الغدد الليمفاويه اللي في العنق او هنا في الرقبه. طيب في زيها بالظبط بيكون موجود في البطن حوالين الجهاز الهضمي بتاعنا، بيحصل فيه كمان التهاب. ايه اسباب التهاب الغدد الليمفاويه عند الاطفال؟ الصراحه اسبابها كتيره جدا جدا، واولها النزلات المعويه. النزلات المعويه وخصوصا الاصابه بفيروس الروتا من الحاجات المهمه والمسؤوله عن التهاب الغدد الليمفاويه في البطن عند الاطفال. حاجه الثانيه حمى التيفويد. حمى التيفويد اللي هي السلمونيلا طبعا، دي من الحاجات برضو اللي بتؤدي الى تضخم والتهاب في الغدد الليمفاويه في البطن عند الاطفال. حاجه الثالثه التهاب الحلق. ساعات الطفل يشتكي من زوره او من الحلق يعني، ويجي يشتكي بوجع في البطن، فطبعا بيكون اصلا التهاب في اوله هنا في زوره، وبيسمع تحت في بطنه، والطفل يبقى ماسك بطنه جامد قوي ويبقى السبب هنا في زوره. الحاجه الثالثه او الرابعه التهاب الزائده الدوديه عند الاطفال، وطبعا برضه هي مش منتشره كتير قوي في الاطفال، ولكن برضه احد الاسباب. خامس سبب وهو التهاب القولون عند الاطفال، برضه من الاسباب اللي تؤدي الى التهاب الغدد الليمفاويه في البطن عند الاطفال. يا ترى ايه الاعراض اللي هتظهر على الطفل اللي مصاب بالتهاب الغدد الليمفاويه؟ اول حاجه بيشتكي من المغص. طبعا الطفل بيشتكي من المغص من المنطقه اللي في النص من بطنه، بيشتكي من المغص جامد، وخصوصا لما يجي ياكل. لما يجي ياكل بتزيد حركه الامعاء، وبتزيد الحركه الدوديه او الحركه الدوديه بتاعه الامعاء، وبالتالي بيزيد المغص جامد، وخصوصا عند لما يجي ياكل. لذلك الطفل ما بيرفض الاكل. الحاجه الثانيه عنده الطفل بيجي له فقدان في الشهيه، يعني الطفل مالوش نفس ياكل بسبب الالم اللي بيلاقيه وقت ما يجي ياكل. بعد كده ممكن الطفل ممكن نلاقيه يسخن، حراره وتروح وتيجي، وطبعا الحراره دي بيكون مرتبطه بالسبب المسؤول عن الالتهاب. حاجه بعد كده ممكن نلاقي الطفل ده عنده قيء ترجيع مستمر او اسهال، طبعا دي بتكون بقى الاعراض المرتبطه بالتهاب الغدد الليمفاويه عند الاطفال الموجوده في البطن. ازاي نعرف ان الطفل ده عنده التهاب في الغدد الليمفاويه او تضخم في الغدد الليمفاويه في البطن عند الاطفال؟ طبعا موضوع سيمبل جدا وبسيط. طبعا دكتور الاطفال بيشخص الحاله بسرعه جدا، واحنا بنشك فيها اما بنلاقي فيه يعني الالم ساعه الاكل، او يكون فيه الاسباب اللي ادت الى، يعني ممكن نلاقي الطفل عنده التهاب في زوره، وعنده حمى تيفويد، عنده اسباب تانية ممكن تؤدي الى ظهور الغدد الليمفاويه. وبالتالي انا كدكتور انا ببعت الطفل بيعمل اشعه تلفزيونيه على البطن، بنلاقي على طول في التشخيص بتاع الحاله التهاب في الغدد الليمفاويه او ميزنتريك ليمفادينايتس. يا ترى ايه هو العلاج المناسب لالتهاب الغدد الليمفاويه في البطن عند الاطفال؟ الحقيقه مفيش علاج سبيسيفيك، يعني مفيش حاجه نقول عليها ان هي هنديها للطفل
يخف من التهاب الغدد الليمفاوية. ولكن العلاج الأساسي بيعتمد على السبب، بمعنى أنا لو لاقي الطفل عنده التهاب في زوره أعالج الأول التهاب بتاع زوره وبالتالي بطنه هتخف. لو عنده حمى التيفويد أعالج التيفويد هلاقي بطنه بتخف. لو عنده أي الأسباب اللي احنا قلناها بعالج السبب وبالتالي بلاقي أن الطفل بيخف. الحمد لله فضل ربنا في عيادتنا الحمد لله يعني بنعالج الحاجات دي بسهولة جدا جدا والطفل بيخف بسرعة الحمد لله بفضل ربنا. في ناس كتير قوي ساعة ما بيشوفوا التهاب الغدد الليمفاوية ظاهر في الأشعة أو تضخم الغدد الليمفاوية في البطن عند الأطفال بيقلقوا جدا جدا ويفكروا أن المسألة يعني مشكلة خطيرة أو ده عبارة عن مثلا ورم أو سرطان. أنا بحب أطمنكم أن الموضوع ده موضوع بسيط جدا، هو مجرد شوية التهابات بياخدوا وقتهم وبيروحوا، بمجرد ما بنعالج السبب على طول الالتهاب والتضخم بتاع الغدد الليمفاوية بيخف على طول. ده كان موضوع النهاردة وده من ضمن الحاجات كتيرة جدا أو الأسئلة اللي الناس يعني حضراتكم بعتوها لي واستفسار عن مشكلة تضخم الغدد الليمفاوية في البطن عند الأطفال. أتمنى أن الموضوع يكون مفيد وعجبكم، وطبعا لو عجبكم نعمل إيه؟ هنعمل لايك للفيديو بتاعنا ونعمل اشتراك في القناة بسرعة لو ما عملتوش لسه اشتراك، وتابعونا دايما على قناتنا هتلاقوا موضوعات جديدة متميزة خاصة بطب الأطفال والعناية بصحتهم وتربيتهم. النهاردة أكيد أكون وصلت لنهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى أكون استفدتوا بالحلقة وإن شاء الله تابعونا في الحلقات اللي جاية. تحياتي ليكم، كنت معاكم دكتور يوسف أوضة أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.